واحد المعلومة مهمة هالسابع، كلنا تنعرفوا أن بنك المغرب زاد في لوطو دانتيري، زاد 1.05% زيان، وكلنا كنا عرفنا هذه المعلومة. مي أنا نقول لك دابا الامباكت ديال هذه المعلومة فاش غادي تنفعك وشنو الجاي. كاين بزاف ديال الناس عندهم كريديات، وبزاف ديال الناس تيفكروا أنهم ياخذوا كريديات. غنمشي لك لاسيبل ديال الناس اللي ديجا عندهم كريديات. الناس اللي عندهم ديجا كريديات عندهم كاين جوج لي طون، سوا فيكس سوا فاريابل. نمشي لك عند الناس اللي عندهم لوطو فاريابل. الناس اللي عندهم لوطو فاريابل اشنو هو اللي تزاد لك ديك 0.5%؟ تزادش الناس اللي عندهم ان طون فيكس، لا تزاد عند الناس اللي عندهم لوطو فاريابل. يعني الا عندك ديجا كريدي اخويا ولا اختي، غتمشي عند البنك ديالك غتقول لهم شوف الله يرحمك الوالدين، رد ليا لوطو فاريابل ديالي، ردوا ليا ان طون فيكس. المهم هاد الغلط. اما الناس اللي باقي ما خداوش كريديات وتفكروا ياخذوا كريديات، وحنا واخا ما تشجعش على الكريدي، مي تنصحك بعدا تكون اقل ضرر. خديتي كريدي تعرف بعدا كيفاش شنو الكريدي اللي غتاخذ. بعد على لوطو فاريابل بوغ لو مومون، بعد لوطو فاريابل ما تقدرش دابا تونتيسيبي، حيت البنك المغربي خداك مرحله اوليه. زوين المرحله الاوليه زاد واحد باش المهم هادشي كامل باش نقصوا شويه من الانفلاسيون، لوطو ديال الانفلاسيون في المغرب خدا 0.5%، ولكن يقدر يزيد اكثر. دونك من الاحسن خذ دابا لوطو اللي غياخذ كريدي، يحاول يفيزي لوطو فيكس، ما يفيزيش لوطو فاريابل. صافي، تهلا في راسك، بارطاج المعلومه مع شانك وكذا، حيت قليل اللي غادي يعرف السطوري تبقى 24 ساعه. دونك وصلوني ميساجات دابا شي وحدين قالوا لي عندي طو فيكس، واش غادي تقدر تزيد عليه شي حاجه؟ لا صحاب طو فيكس ماشي عليكم، هذا ماشي عليكم، هذا ديوها على حساب الناس اللي تفكروا ياخذوا كريدي لوطو فاريابل، ولا عنده ديجا كريدي وعنده لوطو فاريابل. هذا بلان. بلان ثاني اللي زاتاشي كوميرسيال ولا البلانكي دابا حاليا غيبغيو يبيعوا لكم لوطو فاريابل ماشي لوطو فيكس. علاش؟ باش يتقاسموا معكم الريسك، فهمتي؟ ما تعرفش من القدام بنك المغرب تيقول لك اسيدي احنا غيولي لوطو ديريكتو اسيدي واحد 3.5% ولا 4%، ما عرفتي. المهم حنا دونك باش هما تيبقاو باش ما توجدش لهم لا مارج بينيفيسيال ديالهم. هادشي اللي كاين البنكة تبيع في الانتير. الله فاس، قلت واحد الكلمة سمحوا لي قلتها وما شرحتهاش. قلت لوطو ديريكتور. لوطو ديريكتور هو لوطو باش البناكي تيتلفو من عند بنك المغرب، حيت انت تبغي تمشي تسلف عند بنك المغرب ما غيتلفوكش نتايا. المهم بنك المغرب تيتلف البناكي، والبناكي تيتلفوك نتايا، فهمتي؟ ما تيبقاو ما بين تبيعو ويشريو في لوطو دانتير. هادشي اللي كاين. صافي فاس، يلا داعم. السلام عليكم. واحد الخبر هذا الصباح هذا كنظن انه اغلب المغاربه يعني راه شافوه، اللي هو الخلصه بالشوماج. يعني غادي تشد 1200 درهم الى انت شوماج، غادي تشد 1200 درهم لمده سنه وقابله للتجديد. يعني قدر كاع يعني واخا يفوت عام تقدر عاوتاني عام اخر تشد 1200 درهم. المهم انا ضد هذا القرار هذا، عرفتوا علاش؟ لانه 1200 درهم ما غادير ليا والو. انا اللي بغيتكم ديروه وهو تنقصوا في المحروقات، الثمن ديال المحروقات ديال ليسونس ديال المازوت، تنقصوا في الثمن ديال المواد الغذائيه، تنقصوا في الثمن ديال الخضروات، الثمن ديال الفواكه، الثمن ديال الترونسبور، الثمن ديال هذه، الثمن ديال هذه، تنقصوا لنا في الماء، تنقصوا لنا في الثمن ديال الضوء، تنقصوا لنا في الثمن ديال الغاز، واخا تنقصوا لنا في الثمن ديال المدارس العموميه وكذلك في يعني في المدارس الخصوصيه. هذيك لوقيته مرحبا مرحبا، باش نتوما غتعطوني 1200 درهم وغتزيدوا لي في ليسونس ب 18 درهم، المازوت ب 19 درهم، الحليب ب 12 درهم ولا 13 درهم، بيدو ديال الماء اللي كان ب 10 درهم ولا كان ب 9 درهم دابا ولا ب 13 درهم، وهي غادا. مطيشه كنا كنشريوها ب 3 درهم ولا 4 درهم دابا ولينا كنشريوها ب 10 درهم، البصله اللي كنا كنشريوها ب 2 درهم 3 درهم دابا ولينا كنشريوها ب 5 درهم، وهي غادا. باش غتفيدني انا 1200 درهم؟ تبارك الله عليكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تخليو لنا الراي ديالكم اسفل الفيديو في التعليقات، وإلا عجبكم المحتوى اشتركوا معنا في القناة هكا باش توصلوا بكل جديد.